خبير متفجرات عمار المياحي، انطوني الفيديو اول مره. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشده للاخ وزير الداخليه المحترم اللي اول مره يصير عندنا وزير داخليه متدرج واركان، اخوك خبير متفجرات المفوض عمار جاسم عباس علي المنسوب لقياده الشرطه الاتحاديه قسم المنسبين والجرحى. انا مو بس انا، شريحه كامله من الشرطه الاتحاديه اللي كنا مستلمين سلفهم من الميترات وسددناه وخلصنا 2012، واذا رحنا الراجع قالوا لا بعد عليكم 16 مليون تسددون. يا ابو هاي البودرات احنا مسلمين، قال لا ضابط الحسابات ما مسلمنا 6 شهور، تقدرون تروحون تراجعوا ضابط الحسابات. صحيح ضابط الحسابات لواء اشوان موجود هسه بوزاره الداخليه مختلس 11 مليار ما مسدد السلف واحنا الواقعين بيها. انا لحت وياك اخوك خبير متفجرات من الطراز الاول ومحايدين عن المنسبين والجرحى بنسبة عجز 70. هذا السيفي مالي، هذا السيفي مالي خبير متفجرات مفكك 8000 عبوة و1300 عجلة مفخخة. حاليا اشتغل خدمة توصيل خبير متفجرات من الطراز الاول. خابرت هاي خلف قطعات داعش نصب لهم مصائد مغفلين الداعش. انا هذا اللي امامكم تحرير الموصل وجرف الصخر. خابرنا مقدم عزيز قال لي لا شغلتك مو يمي. يا ليش مو يمك؟ يريد نشتكي. هذا ضابط بايق فلوسنا وخاتم بالوزاره يقول والله مو يمي. صحيح انا عذرك مو يمك، انت رجال اختصاصك ذن الشاردات والقلي يروح، واختصاصك شارع المتنبي كل ما يجي وزير لو كل وزير تاخذه هناك يم ام الدورمه. صحيح وسعد معن نروح له، سعد معن يفتر بالمنصور هم نفس الحاله، وزير يجي يفر بالمنصور. احنا ما عندنا قطاعات المنصور، احنا على خط ماس بالموصل. يا بتعرف تظن قضيتنا حاط له كارتات نص ما يشتغلن يطلع قدام الاعلام واللي يشتغلن يعرفون من يطلعون. وهاي حايرين احنا لا للسمو ولا للقاع، منسبين ومحيولين على التقاعد. هسه ما نريد نطلع تقاعد، احنا راضين نبقى محاضرين عندكم محاضرين. مو ذاك اليوم مقدم عزيز بيحاضر بالكليات يقول انا بيوم واحد مرجع 5 بنات هي هاي يفتخر بيها، لا انا بيوم واحد شايل 35 عبوه، بيوم واحد 12/2012 55 انا شايل 28 صاروخ وحزام ناسب سيارة مفخخة. هذا سيفي يشهد لي، هاي الجروح اللي براسي عين فاقدة بس هاي العين. هاي المناشدة الوزير الداخلية السيد عمار. شلونك؟ وسهلا استاذ نجم. عمار انتو طلابتكم ويا وزارة الداخلية ويا مدير الحسابات؟ احنا مو طلابتنا وزارة الداخلية، هي وزارة الداخلية امنا وابونا، بس طلابتنا ويا الكادر اللي ياخذ حقنا ويروح يقعد بوزارة الداخلية ما حد يقدر يوصل له. منو مدير الحسابات؟ ضابط الحسابات اللي عميد اشوان، عميد اشوان بزمن فريق رائد. عميد اشوان كان بزمن فريق رائد. زين انتو لحد الان تعد تسجيلات موجودة لحد البارحة، واتصل بي قال ارضيك، قلت له لا ترضيني، قال وش دعواك انه وذا مكرمه 100 الف، قلت مو مكرمه 100 الف. العميد ما زال موجود يا عمار يداوم بحسابات الشرطة الاتحادية؟ لا هسه بالوزارة، صار له سنتين من راح للوزارة قاعد. صار لواء؟ اتصور صار لواء. نعم. شو يشتغل بالوزارة؟ والله ما اعرف وين خليه بالوزارة، تقدر تتأكد من الوزارة. زين. اشوان عميد اشوان. الان انتم تقولون استحقاقاتكم هو ما مسددها للمالية، عدكم عدكم ما يثبت هذا؟ نعم عندنا البودرات اللي مسددين بها حسابات قيادة الشرطة الاتحادية. زين هو العميل بالأشهر اللي ما وصل للمصرف مصرف الائتمان. زين احكيت ويا السيد قائد الشرطة الاتحادية ويا السيد العميد بزمن فريق رائد ما خلينا باب ما دقينا، بس فريق رائد كان محصن بالإعلام، كانوا محصنين بالاعلام مثل ما هسه وزاره الداخليه الحمد لله شوي فك الاعلام من مكتب الوزير، قلنا نقدر نوصل للوزير عن طريقك عن طريق غيرك، لان قبل حاطين ساتر بيناتنا بين الوزير الاعلام هو غير سبب مشكلتنا، يصير حاجه صد بيننا وبين الوزير. زين. يعني حتى بالموصل احنا بالموصل يصادرون انتصاراتنا بالمنصوري يصيحون علي وياكم علي وهم ما واصلين للتاجي. والله انا يعني ادري بذن السوالف هم تطلع منهم هاي المكسرات، لكن اقول لك العميد من اجيتك قلت له بابا احنا مطينك فلوسنا انت وصلتهن لو ما وصلتهن، شي جاوب السيد العميد؟ يجاوبني يقول للبايقين عميد فلان هذا التسجيل عندي موجود وحاضر، شو وقت ما يبدو هسه سمعكم التسجيل. هي مو بس هاي الطامه يا استاذ نجم، الطامه احنا مكارمنا فك سياره، افك السياره مفخخه من زمن دوله رئيس الوزراء الملكي كان يصرفوننا محاضر
حتى المحاضر مالتنا ما اخذها، واحنا ما كنا ندري النزاهه دزت علينا، تاكد من النزاهه، قابل النزاهه الثاني الرصاف الثاني دز عليه ودو انت قوالي، قال هذا ماخذ حقك فلوسك اضافه لل مال. كم واحد انتم بهذا الحال؟ اوه خير من الله، خير من الله. انت شنو تتهم هذا الشخص انه بايق له 11 مليار؟ منو قال لك؟ ابو النزاهه نفسه حجال، يعني من دزوا عليه استدعاء قالوا هذا ماخذ استحقاقك موقع مكانك، هذا اني انت كنت تفكك واحنا يطوك الدوله الاكراميه ما تجيك زمان استلمان ولا قال عمي ذني الاكراميات وذني رواتب اللي ما مسلمهن للحسابات مال السلف، يقدر هو موجود بالوزاره يتاكدون منه. سيد وزير الداخلية، سيد وزير الداخلية المحترم، يعني هذا الرجل يقول لك أنا مفكك 8000 عبو 1300 سيارة مفخخة، يعني هذا يوميا يتعامل مع الموت، وتالي متالي استحقاقاتهم يدفعوها، واحد ما يطيها أنا أعرف أنت ما ترضى وأنا أعرف أنت ما تدري، وأنا أتمنى منك هذا الرجل عمار المياحي تليفونه يمي وأوراقه الرسمية عندكم بالوزارة وعند نسخ، ويحتفظ بتسجيلات صوتية لما يحصل من سرقات. هسه هم من درة وراح يجون علي وآني تسمع مني أنت وآني أشكرك، قال له رضيك شنو ترضي بابا؟ ليش أنت شنو بايع 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 غراض بيتكم حتى تطيه غير استحقاقاته؟ وبعدين هاي معالي الوزير لما تفتح بيها تحقيق راح تلقي بيها بلاوي بأيام رائد جودة، وانت تتذكر انا فتحت ملف رائد جودة، وتتذكر اللي كان في ملف رائد جودة، وما زال هذا الملف يا سيادة يا معالي الوزير يحتاج. عمار المياح تليفونه يمي وحضرتك موجود والعميد يمكن صار لواء يمك، والأوليات في الشرطة ذولا يتجازون هالشكل يا معالي الوزير، انت مهني ودرجيت الى ان صرت فريق ركن، تعرف هاي السياقات وتعرف الجندي، وعينك على الداخلية ترى بيها بلاوي والله ما صارت بمكان اخر من الارض،